السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لكي يشوف القناة أول مرة ما ينساش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساوش تشجيعاتكم بالفيديو فضلا وليس أمرا. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الطاجين ديال الحوت. غادي نحتاجو هذا الحوت، درتو في الماء حتى كيتغلى الماء، كنزيد ليه هذا ورق الغار ولا اوراق الرند، القرفه واحد العودتين القرفه، واحد نص الحامضه، هذا حبه الباديان وشويه د الملح. كنلصقوه واحد ربع ساعه وكنطفي عليه. اللي كيتلصق كنحتاجو واحد الصحن كنديرو فيها هكا، بعد ما غسلناه ونقيناه وكننقيه كنحيدو ليه هذا القشرة كلو هكا. وكناخدو غير هذا اللحم ديالو بحال هاد الطريقة باش كيتنقى كلشي، كيتنقى بحال هاد الشكل. كنحيدو ليه هاد الشغل اللي فيه حتى نقيوه كلو. بحال هاد الطريقة غادي نستمر بهاد الطريقة حتى نقي هاد الحوت إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. خديت الطاجين درت فيه واحد المعلقة ديال الزيت النباتية وواحد المعلقة ديال الزيت الزيتون. دابا غادي نضيف هذا البصلة خضراء مقطوعة مكعبات صغار، جوج بصلات مقطوعين مكعبات صغار. غادي نخلطهم كله هكا. غادي نضيف ليهم واحد جوج تومات محكوكين، غادي نضيف ليه هاد العطرية. بعد ما تشحرت شوية هاد البصلة كنخليها شوية حتى تشحر لينا البصلة، وكنضيف ليه هاد العطرية فيها شوية الفكلة السودانية، شوية القرفة، شوية الملح، وشوية القزبر، شوية الزعفران ديال العود، شوية ديسكر جبير، والراس ديال المعلقة الصغيرة ديال التحميرة. غادي نضيفها هنايا، غادي نخلط كلشي هكا. غادي نضيف ليه واحد الفلفلة خضراء مقطوعة. نضيف ليها جوج مطيشات محكوكين وكنخلطو كلشي باش يندمجو لينا هاد العناصر اللي درنا في الطاجين. واحد الراس ديال المعلقة ديال مطيشات الحك ولا مطيشة معلبة، وربيع جوج معالق، وحدة ديال القزبر وحدة ديال المعدنوس. بعد ما خليته واحد خمسة دقائق غادي نضيف ليه شوية د الماء طايب، غير واحد نص الكاس الصغير ديال الماء. دابا غادي نخليه واحد ربع ساعة هالطاجين واجد إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. بعد ما كنطيب الطاجين هاد المعلقة كنخليوها فيه دايما في الطاجين بحال هكا، هادي كيطيب. دابا طاب فيه بغية كيطيب 20 دقيقة،
دابا كنضيف ليه شويه د القزبور هكا وشويه د المعدنوس. الطريقه ديال هاد الطاجين سهله وبنين في المذاق، وكيعجب الصغير وكيعجب الكبير، وكيعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تشجيعاتكم الفيديو، الله يسر اموركم، دمتم في امان الله وحفظه.